اليوم في بلادنا فما آلاف الرفات يقذفوا البحر على اليابسة من أولادنا من الأفارقة لناوين معناتها يحرقوا أوروبا، لكن تنتهي بهم الرحلة للأسف بالموت في عمق البحر. وملقري هذا الكل فما رحلات يومية تنطلق من تونس تحب توصل إلى لامبادوزا وإيطاليا. شوف الحرقة ما يشوفها في بلادنا، إذا مدام هما موقفين الاتحاد الأوروبي مسكر على أولادنا الفيزا، موقفنا مسكر لنا الحدود، الحرقة ما يشبش تشوفها. راه الحل الوحيد نحي الفيزا، حل الحدود. أنا مرة يسألوا فيا قلت لهم علاش ما تجربوش عام، باي ما نقولوش عام، عام برشا، ستة أشهر، أعطيو فرصة لشبابنا ستة أشهر. الحرقة وصلت توا محمد من 10 ملايين حتى ل 30 مليون، راه ال 10 ملايين وال 20 وال 30، علاش ما يسافرش بيهم أمور واضحة؟ علاش عباد تدخل لبلادنا نحن بطاقة تعريف ونحن نقدموا الفيزا وأوراق ويطلبوا علينا في الآخر يترفض ويزيدوا ياخذوا لهم فلوسهم؟ الفيزا المزمرة توا 250، تي هو شوفوا منين لمهم هكا ال 10 ملايين هذوكم ولا ال 20 مليون؟ راهو عباد تخدم تلم اللي تتصور في بالك، عباد تلم في الدبابس باش يلموا حق حرقة، يقول لك نخدم ونلم حق حرقة وتونس ما نقعدش فيها، علاش سامحني؟ نعرفوا أنه في السابق في تونس معروفة برشا الأمهات يبيعوا ذهبهم باش يقريوا أولادهم. الآن الأم تبيع ما تملك، تبيع ما تورث باش تحرق أولادها. مش صحيح يا محمد الكلمة هذه، راني وقفت عليها عبيد ما عرفش أنا في بلاد مش بلادنا وقالوها وحاربتهم على الكلمة. ما فماش أم تبيع ذهبها حالة في الألف، راه مستحيل أنك أم تبعث ولدها للموت، راه تبيع ذهبها باش ولدها يحرق. تيوم عبيد تحرق ما يقولوش لأوليائهم. أنا أخويا كي مشى ما قاللناش، سمعنا من عند العبيد، خوه سمع من عند صاحبه، بعث له ميساج مع خوه راني حرقت مع الفلان الفلاني. مستحيل أم ولدها يقولها راني باش نحرق وتقول له برا ولا هاو الفلوس، مستحيل. أنا حتى كي حكيها لي قبل قال لي حرق، قلت له ما تخممش فيها حتى تخمام يا تخرج. أختي العزيزة وربما أخوك استثناء، أنا نحكي اليوم على عائلات أم ورجلها وصغيراتهم في شقف وماشيين لإيطاليا، باعوا ما يملكوا وفما حتى لباس عليهم اصلا، معناتها ما تقولش هذوما باش يحرقوا. اسمع انا ديما نقولهم هما عندهم معلومه، فما برشا ناس عندهم معلومه انك تحلق انت وصغيرك، عائله تحرق هي وصغيره تاخذ الاوراق تورق. لا مش صحيح، ما تورقش والله. كي كندرش تعمل اخسر ما تخسر، توصل غاديك راك باش تتمرمد، اقعد تمرمد في بلادك خير ما تهز عائلتك وتمرمد البر. هما توا ماشي في بالهم راهم باش نحرقوا عيله وعندنا زوز صغار رانا باش ناخذوا الاوراق، مش صحيح، راهم ما يعطيوكمش الاوراق. وبالاخص توا ايطاليا مستحيل تعطيكم الاوراق، مستحيل، هي من قبل ما عطتكمش تعطيكم توا، تقتل في ولادنا، هما يقتلوا في ولادنا، وهما يهزوا في ولادنا من في ما نعرفوش وين. انت صغيرك يوصل غاديك او تراه تحط ساقه على التراب الايطالي ومن بعد ما تلقاهش، خلي باش يعطيكم توا الاوراق. هذا يا سؤال وين مشى؟ انا واحده من الناس ريتو في حبس ايطالي وصحفيه ايطاليانية ومش صحفيه طلعت، انا كنت غلطه فيها لكن بالبحث نتاعي كل طلعت محاميه ايطاليه قالت لك ريتو نعطيك 60%، قالت لي باش ما نكونش انا غلطه، قالت لي 60% انه هذاك اخوك وانا ريتو، وفيديو تحكي فيه تقول لك هذا ريتو وهذا ما ريتوش، وهما ما يحبوش يستعرفوا فيها الحكايه. تيما يقتلوا في ولادنا سامحني، ويزيدوا يتاجروا بينا ويعملوا بينا في المشاريع ويعملوا بينا في لي بروجي، معناها نحن العائلات اللي يزي اولادنا ضايعين اللي يزي هما يخدموا بينا، معناها منا ولا منا راهم باش يخدموا بينا وراهم ما يحبوناش. وحاجه نحب نقولها، رانا خير منكم، راكم ماكمش خير منا، راهو شبابنا بشبابنا مثقف خير منكم برشا، الكفاءات الكل قاعدين ياخذوا فيها، حتى اللي لهنا شبابنا اللي لهنا البطال راهو كفاءات غير ما لقاش ظهره ما لقاش روحه، راه ورانا خير منكم، تطلعوا تهبطوا رانا التوانسه نحن خير منكم، ماكمش خير منكم.